بخمسة جنيه السندوتش يا نتاشا يا بنت عم هيصة الجربان. يا اخويا بخمسة جنيه، وعشانك وعشان كلمة جربان دهيا، عشانك انت بس بستة جنيه. يبقى هقتلك يا نتاشا. ايوه هقتلك وهختلس عربية الكبدة دهيا. امشي ولا ما تحفش يلا. في يا بنت نتاشا، انت بتوزعي السندوتشات ببلاش ولا ايه؟ لو انت اشتري يا اخويا ببيع السندوتش بخمسة جنيه ولا اقل من خمسة جنيه ما تبيعش. ماشي يا معلم. في يا تبخ تعبان. رشلي كبدة معلم نتاشا، ذهب امي كله اهو، اديني بيه كله كبدة كبدة. وادي يا سيد. ايوه يا معلم. تعالى الرغيفة هنا عشان بخ. معلم ستة ستة يا معلمة ستة. تعالى الرغيفة غيرهم. لا يا سيد. صوت على ايه مهورة على الكيل. ايه اللي بيحصل ده نتاشا؟ كله يا اخويا بفضل خير الدكتور بينا صاحبك والخلطه اللي عملها لي. بس ايه الخلطه اللي عملها لك دكتور بير؟ حته دين خلطه يا عصفور، قال لك الاحس منها قعر حله الكبده كده هون، واقوم حطها على التقليه، خلت الحاره كلها تدمن الكبده زي البرشام بالظبط، ومن صباحيه ربنا مش عايزين يتعتعوا من على العربيه. لا ما تخافيش، مش هيتعتعوا، ده مش بعيد يطيروا، بس انا برضك مش حاطط ايدي على البلف. هو بيرم بيجي هنا وانا مش موجود؟ امال ايه، ده بيجي على طول، بس انت دايما ما بتبقاش موجود. سيبك انت، انما ايه الحلاوه والشياكه اللي انت فيها دي؟ حلو يا بنت نتاشا. حلو طبعا يا اخويا وزي القمر. ايوه بقى يا اخويا، القرش ابتدى يلعب في ايدك واحنا ما بقيناش قد المقام. ما تقوليش كده يا بنت، ده انا حتى بفكر اكبر لك العربيه دي، وان كان على المصاريف ما تحمليش هم. ما تحرمش منك يا اخويا، سيبك مني انا وبص لنفسك انت شوي. انا بقول طالما القرش لعب في ايدك وربنا كرمك كده، هو انت كمل نص دينك بقى. ما انا الحمد لله بقيت اصلي الجمعه. جمعه ايه وسبت ايه يا عصفور؟ تكمل نص دينك يعني تتجوز. طب مش لما الاقي بنت الحلال الاول؟ عصفور ساعات بنت الحلال تبقى لازقه كده هون في وشك وقدام عينك، بس البعيد اطبش. ما كانت قدامي يا نتاشا، بس هي اللي مش شايفاني، كل اللي شايفاه الراجل العنابي. عنابي ايه وبتاع ايه؟ يجي ايه العنابي ده في عصفور؟ ده انت سيدي الرجال. طب ما تروحي تقولي لها الكلام ده يا نتاشا. اقول لمين يا عصفور؟ سلمى. سلمى. انت شكل الشبشب وحشك صح؟ انا مش فاهم كل ما تيجي سيرتها بيركبك 100 عفريت ليه؟ انت يا بنت عقلك مدوحس ولا ايه؟ قوم يا ابني هنا يلا بدل ما اقعد في كشف. جرايه وقطاس النكد، مالك فيه ايه؟ والشبشب التاني كمان اهو يا عصفور. اقسم بالله انا اللي هضربك النهارده. امشي يا ابني.